بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام ولا تمني لك ملان على مقام سيد الأولين والآخرين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما. القرآن وثيقة ربانية، قام المجاهدون بإدخالها مع المواجهة لأول مرة، وهذه الوثيقة الربانية هي أعظم وثيقة شرحت نفسيات العدو. وأنت حينما تدخل المعركة انطلاقا من مرجعية القرآن فأنت تأخذ معك زخم زيد معنوي، زخم زيد زخم معنوي، زخم إيماني زيد، وأيضا 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 وثيقة تعرفك عدوك كيفاش داير، فأنت تعرف العدو ديالك، فأنت تكون عندك إن شاء الله واسمه عندك زيد نقط قوة أضيفت إليك في المواجهة. فكيف يواجهونكم انطلاقا من دين خاطئ ولا تواجههم انطلاقا من دين صحيح؟ لأن احنا عندنا شامبيتر في الإيكونومي كيقول لا بون موني موز شانس لا موفز موني، يعني أن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة المزيفة. فكذلك هما عندهم دين مزيف ويقاتلونا احنا بلا دين غالبيننا، لكن منين يجي الدين الحق يقاتل صحاب الدين الباطل؟ اسمه الدين الباطل واسمه يظهر عواره ينهزم. الان دخلونا واسمه النسخه نتاع الدين الحقيقي التي تواجه هذه الاساطير التي اسس عليها الاعداء كل هذا الذي يفعلون. ولذلك نجيبون نقراو شويه في القران ان شاء الله تعالى ونشوف. يقول تعالى في سورة الحشر والتي نزلت في إجلاء بني النغير، يقول تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يخشون إلا هذه الفئة. قالوه عمار بيت الله، حملة كتاب الله، النصر أو الاستشهاد، هذا هما الذي يجري الله عليهم قدر تطهير تلك الأرض المقدسة من دنس هؤلاء. ثم قال تعالى الله 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 لا يقاتلونكم جميعا زيد إلا في قرى محصنة زيد أو من وراء جدر زيد بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بينهم قوم لا يعقلون لا يعقلون. ففي هذه الآية ماذا تستشفون منها؟ أن فسيفساء الذي يكون مجتمع الأعداء هو فسيفساء متنوع، فيهم الأشكناز، فيهم الحريديم، فيهم الأوروبيين، فيهم العلمانيين، فيهم الدينيين، يعني واسمه هو مجتمع واسمه مجتمع زيد مخلط مزيج من الأوروبيين الأمريكيين العرب الفلاشة ديال الإثيوبيا ومن الدين، فيهم المتدينين فيهم العلمانيين زيد فيهم شو فيهم الملحدين فيهم الذين يدعون إلى مصادرة الفطرة بحيث تعتبر تل الربيع هي عاصمة ما يسمى بالشو ذاك الشيء اللي تعرفه. وسمعتوا هذا هو المجتمع. إذن فالتركيبة السكانية منذرة بالانفجار في أي وقت زيد حركت زيد عوامل الخلاف بينها. وكيف تستطيع أن تحرك عوامل الاختلاف داخلها؟ من ذا الذي يستطيع؟ كل شيء الناس يمدحهم، كل شيء الناس يزورهم، كل شيء الناس فرحانين بهم، كل شيء الناس يعاونهم بالفلوس، كل شيء الناس يعاونهم حتى المسلمين تبارك الله غير في هذا الاستهلاك نتاع المواد بابا وش عارم يا اللي صلي وابو لحية وكل شيء معاونينهم الناس. فمن ذا الذي يحدث خلخلة هذا النظام؟ شكون هو؟ زين الذي يتحداهم باش يتحداهم بالحق الذي معه عارف بينهما فعلا لا يقاتلونكم إلا وقد رأيناه ورأينا أن بأسهم بينهم شديد. رأينا بين زول رجال السياسة رجال العسكر هذاك يضر الاخر الاخر يضر الاخر واحد يرد لعب الاخر واحد يرد لعب الاخر راينا ذلك يا كسيد. لا اله الا الله. ولكن هو الخلاف الكبير اللي كاين ما بين شكون؟ العلمانيين الطبقه العلمانيه والطبقه المتدينه اللي كيسمها الحريديم. الحريديم شكون هما هذو؟ شكون؟ رجال الدين.
شكون اللي واقف معاهم؟ شكون؟ حزب الشاص والمنتنيا. علاش؟ لان ما رادوا استصدار قانون من الكنيسة تاع تجنيد هؤلاء للمشاركة في القتال. وكيقولوا واسمو كيقولوا كيقول باللي 60,000 من الحريديم كلهم مطالبون بأن يشاركوا في المعركة عمليا لتوزيع واسمه تكلفة الخسائر بين كل طبقات اليهود. فلا يمكن أن يشارك الجميع وأصيب الجميع إلا هؤلاء المتدينين. ومشاو داروا مشروع قانون وزيد وكملوا وما بقاوش يناقشوا ورفض شكون؟ شاص ورفض شكون؟ المنتين. وهربوا هذا الأمر وقال لهم ما نديروش 60,000 غير 3,000. قال لهم حتى 3,000 ما نقبلوش. وسمعوا الغريب واسمو قال الحريدي مقع واسمو قال واسمو قال قالوا لو كان قاع واحد بينا يقبل باش يمشي للعسكر احنا نرفضوا ونمنعوا. الله أكبر. قالوا لي ان احنا رجال دين ونعلمكم الدين ونعلمكم كذا ونديكم الطريق المستقيم وتجاهدوا وحنا نعطيكم المعلومات ونعطيكم التوجيهات باش تمشيو للجنة. وحنا ما يقبلوش من العلماء يتكلموا شوية في الدين ويشجعوا الناس يقولوا يا الله. تعرفوا في القتال تاع 67 عبد الناصر كتب في ذوك كتب ذوك الدبابات واسمه ناصر ونا عبد الناصر. وهذوك واسمه جاو جابوا الدبابات ويجيبوا معهم ذوك الحاخامات يقراوا على الدول عندهم ذوك الشطابات ويعطيهم الصكوك نتاع باش ويكتبوا لهم الحروز ويقول له انت غير تقتل ديرك للجنه ديرها هنا يعلقوها هنا يعلقوها هنا. هاي سمعت سيدي؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. فيراد استصدار قانون من الكنيسة لكي يشارك هؤلاء في العسكر بعدما أصيب العسكريون بالجروح وبقطع الأطراف وبالتقتيل وبالأمراض النفسية و الآن كاين اللي راه يهرب، كاين اللي راه يدير روحه معدوم، كاين اللي يدير روحه مريض يحتاج للرعاية النفسية، كاين يقول لك والله ما نمشيها، كاين اللي يهرب، كاين الله الله الله, الله. واحتاجوا الآن لأول مرة باش واسمو يديروا يجندوا هؤلاء يطلبون 3,000 فقط في حين أن الأمر إنما يعني 60,000 كما يقول هؤلاء. فهم يرفضون زيد أخويا التجنيد بشكل مطلق وهم يرفضون الانخراط فيه بأي شكل من الأشكال. يا الله. والآن أظهروا التمرد زيد عن طريق مظاهرات وإعلان الرفض في جميع المدن وكان آخرها تاع البارح في مدينة القدس. يجي يجلس هنا والو وتعرفوا اسمه كاتبين في الأخرى لفتت اللي كاتبينها واسمه لفتت اللي كاتبينها واسمه الموت ولا التجنيد. نموتوا ولا جد واحد لفتة واسمه أخر فيها نترك البلاد ولا التجنيد واسمو كيفنا نموت وما نجنش ولا نخرج بهالبلاد وما نجنش ما يبقاوش في عندكم المتدينين نحاربوا بهالبلاد. الله 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 الله. هذا واحد شويه جزء يفسر لنا قوله لا يقاتلونكم جميعا جميعا هذا بعد ما شي داخلين في الجماعه لا يقاتل الا في قرى محصنه وهم من وراء بأسهم بينهم تحسبهم جميعا زيد وقلوبهم ولكن متى يظهر هذا؟ حينما يجد من يثبت ويخلخل في الداخل. فكل ذلك كان واسمك كالمراصي ما مهديش قال المجتمع المعركة ما نقولوهاش للداخل يقولهم عندكم الأمن في ذلك الوقت واسمه كان كل شيء بان هذا والمجتمع تبارك الله وكذا. لكن حينما أصبحت الصواريخ تصل إلى الربيع ودخلوا في 7 أكتوبر فوقع زلزال وكان هذا واسمه تمخض المجتمع أو الأرض شي لعب شي ولو كان مراش موراه قوة عظمى تعطي الفلوس وتعطي الكذا وتحميه لو رأيتم عجبا. ومع ذلك فإن هذا الأمر لا بد من الوقوف عنده وله ما بعده لأنه كلما طالت المعركة
وزاد صمود هؤلاء كلما ظهرت التناقضات داخل المجتمع، وهذه بوادر الانفكاك والانحلال والقضاء المبرم عليهم، وهي مؤشرات للقضاء على هذه الغدة السرطانية في قلب العالم الإسلامي وتحرير تلك الأرض وبداية عصر جديد. يقولون متى هو؟ قل عسى يكون قريبا. ها، ولذلك خلوني نعلق شوية إن شاء الله تعالى غيسي كريمات. الحاجة الأولى إن شاء الله، هكذا هو زسقق، هكذا هو كتاب الله الذي غفل عنه المسلمون في مجالات الحياة كلها، ومن جملتها مجالات مواجهة الأعداء ومعرفة طبيعة الأعداء. هكذا هو يزيد يثبت زيد حيويته وصدقه وحضوره، كلام الله اللي يخدم كلام الله أمره ما يخيب. ها هو كيف تفسرنا القرآن عمليا، شتو التفسير تاع القرآن. الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى، يا رب يا رب يا رب، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا مشيت له، لا إله إلا الله. هذا الكتاب هذا الذي يقع لهم الآن من هذا الخلاف هو بفعل الأثر البليغ للمجاهدين وسطهم. ما تعرفون هالمرة علنوا هالمرة لأول مرة على الخسائر ديالهم، تعرفوا شحال شحال تعالى كانوا يقولوا 2000 مجرى، شحال قالوا هالمرة شحال قالوا 10,000 وشي حاجة لأول مرة. هذا وين تعمل انت على المرضى النفسيين وتاع، اما الجرحى الاخرين اللي يحتاجوا العجب، اما القتلى الله 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 الله، وما يحسبوش المرتزقه وما يحسبوش اللي عنده دوبل ناسيوناليتي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ثالثا، فان الذي يفضحهم اكثر ويحقق هذا البعد القراني هو ثبات المقاومه، خلينا نقول الجهاد، ثبات المجاهدين بإذن الله تبارك وتعالى. يرشح هذا الأمر للازدياد ولي كي يتضح أكثر. لا إله، قال تعالى: ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد. هذه مشاقة الله، هذا القرآن في سورة الحشر التي ذكرت في هذه الآيات. فنسأل الله تعالى أن يثبت إخواننا وأن يزيدهم إن شاء الله تمكينا، وأن ينصرهم وأن يرفع قدرهم وأن يكيد بهم بإذن الله تعالى في هؤلاء، وأن يرد مكر أولئك إلى نحورهم. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.